سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ورمضانكم مبروك. كنتمنى يكون رمضان دايز عندكم مزيان وما عرفتكمش واش غلبتوه ولا غلبكم. المهم كنتمنى يكون الجو اللي عندكم في المغرب يكون شويه دابا مبرد، لان مع الحراره شويه كيصعب يعني الصيام. حنا الحمد لله الجوع عندنا غزال في اوروبا، البرد والشتاء يعني الحمد لله رمضان ما حاسينش به. المهم مرحبا بكم البنات معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الطريقه ديال تحضير البغرير. المهم الاغلبيه ديال البنات منكم غادي يكونوا عارفين هذه الطريقه هذه. انا صراحه شفتها في الانترنت ويعني وما جربتهاش، ولكن في هذا رمضان هذا قلت ما فيها بس نجربها ونشوف كيفاش غادي تعطيني النتيجه وغادي نتقاسمها معكم. المهم هكذا بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي مثلا، ولا خسر لهم، ولا جاكم هكا شي حاجه طارئه وبغيتوا توجدوا، يعني كيتوجد بواحد الطريقه سريعه ويعني وبدون خلاط كهربائي، غادي نتقاسم معكم الطريقه. خليكم معايا لاخر الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. البغرير اللي غادي يعني نحضر معكم البنات هاد الساعه هو هذا ديال القاروره او البغرير ديال القرعه. صراحه يعني انا شفتو في اليوتيوب بزاف البنات اللي داروه وما عمرني ما جربته، لان كندير الطريقه العاديه اللي كنخلط المقادير كلها في الخلاط الكهربائي. ولكن هاد المره غير من باب حب الاستطلاع قلت علاش ما نجربش هاد الطريقه ديال البغرير في القاروره. هكذا الا ما كانش عندنا مثلا الطحال الكهربي ولا الخلاط الكهربائي بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش عندهم، بعض المرات كيخسر لك بعض المرات وكتبغي ديباني، قلت غادي نجرب هذه الطريقه هذه. الا كانت يعني ناجحه غادي نتقاسمها معكم في الفيديو وغادي تشوفوا، اولا الا خسرت لي هذه الطريقه هذه ما شتوني ما شتكم وما غادي نتقاسم معكم والو. انا دائما كنبغي يعني نتقاسم معكم الحويجات اللي كنجربها اللي كتسهل عليا الخدمه في المطبخ. ومن ضمن هذه الحويجات هذه هذه الطريقه البغرير اللي غادي نحضرها دابا معكم، وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش اللي البعض منكم غادي يكون شافها من قبل والبعض منكم غادي يكون باقي ما شافهاش. المهم المقادير اللي غادي نحتاج، غادي نعبر بهذا الكاس هذا، نتوما غادي تشوفوا اي حاجه بغيتوا تعبروا بها، اما الكاس اما الزلافه، غير هو القياس اللي غادي نعطيكم العبار اللي عبرتو به الزلافه ولا الكاس هو اللي غادي تعبروا به، يعني اللي عبرتو به الدقيق والسميد هو اللي غادي تعبروا به الماء. غادي ناخذ السميده الرقيقه، يعني السميد الرقيق اللي كنديروا به الحرشه، غادي ناخذ منه كأسين بهذا العبار هذا. وغادي ناخذ الدقيق الممتاز، هذا البنات هو احسن دقيق انا مجرباه الملاوي والعجين ولا اي حاجه. هذا الدقيق هذا ديال هذه الماركه هذه اورورا، كاين في غيف، كاين في كوفلاند، وكيجيبوه بعض المرات في السوبر مارشي الاخرين بحال ليدل ولا بيني. غادي نحتاج كذلك واحد ملعقه صغيره من الملح، وغادي نحتاج واحد ملعقه صغيره من خميره العجين العاديه، وغادي نحتاج واحد ساشيه ديال خميره الحلويات بقياس 7 غرام ولا 8 غرام. الا كنتو كتوفروا على هذا القياس هذا اللي فيه 15 غرام غادي ديروا فقط نص خنيشه وحده اولا نص ساشي وحده. هذا هو المقادير اللي غادي نحتاج للبغرير. غادي نعبر اولا الدقيق والسميد بهذا الكاس هذا. غادي ندير اولا كاسين من السميد، هانتوما كيف كتشوفوا السميد الرقيق زوين بزاف البنات، هاخدو ديال هارتسن فايتسن ميل ولا هارت فايتسن ميل. غادي ندير كاسين هانتوما باش الا قلبتو عليه هارت فايتسن غريس، عفوا هارت فايتسن غريس، هذا هو السميد الصلب اللي كيكون كيصح الحرشه والبغرير. غادي نضيف كاس من الدقيق هذا الكاس الاول، وغادي نضيف كاس الثاني، هذا الكاس الثاني. غادي نضيف الخماره، غادي ندير نصف خنيشه بحال هكذا، ندير غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. نمشي تخلط لي السميد مع الدقيق الابيض، غير هاد الكميه البنات راه غادي لكم كميه يعني معقوله من البغرير. غادي نخنسركها جانبا، غادي نوضع الخميره ولا خميره ديال العجين، غادي نضعها في واحد الكاس، وغادي نضيف عليها هذا هو القدر اللي عبرت ديال اربعه كؤوس بهذا الحجم هذا، هادو هما اربعه كؤوس. غادي ناخذ منهم واحد شويه فقط غير باش نذوب الخميره باش يجينا ساهل فاش نكونوا كنخلطوها في القاروره.
الخليطه بحال هذا الشكل. هذا غادي ناخذ واحد القاروره هكذا ديال البلاستيك اللي كنشربوا فيها الماء العاديه، وغادي نضيف هذيك الكميه ديال الماء بطبيعه الحال بعد ما نكون سخنتها، يعني يكون ماء دافئ. وضعت الكمية اللي عندي، غادي نوضع فيها الملح بحال هاد الشكل هذا، غادي نوضع الخمارة يعني اللي دوبتها في قليل من الماء بحال هاد الشكل هذا. واحد غادي ناخذ واحد الدواس بحال هكذا ولا المحقل ولا كل واحد كيفاش كيسميوه، غادي نوضعه هنايا في القاروره، وغادي نبقاو نضيفوا الدقيق، الدقيق اللي خلطناه مع السمير غادي نبقاو نضيفوا شويه بشويه بحال هكذا، ونهبطوا هذا الدقيق هذا. كانش عندكم البنات بحال هذا الدواز هذا، يمكن لكم ديروا واحد الكورني بحال هكذا وتخليوا له هذا الفم هذا هنا محلول من يعني من البابي الومنيوم، وبه غادي تخدموا. حتى هو راه كيوفي بالغرض، ها انتم كيف ما كتشوفوا راكم عارفين بابي الومنيوم ما غاديش يتلامس مع شي حاجه اللي غادي يكون مودير، فقط يعني الدقيق كيكون ناشف. صافي ونبدا نخدم به، هذه حيله من الحيل اللي كنت قاسمتها معكم في واحد الفيديوهات السابقه. هنايا عمرت يعني نصف الكميه ديال الخليط اللي عندي ديال الدقيق والسميد، درته في هذه القاروره هذه، غادي نحاول نخلطو على هذا الشكل هذا. صافي خلطته غير باش ما يتكبدليش هذاك الدقيق والسميد مع الماء، وصافي وغادي نعاود نضيف الكميه المتبقيه من الدقيق. كملت الكميه المتبقيه عندي ديال الدقيق، صافي هذه اخر مرحله. صافي دابا غادي نبدا نخد هاد الخليط هذا بحال اللي كنخدو اللبن. من بعد ما نخدتو مزيان غادي نحاول نشوف فقط هكذا بواحد الملعقه ونخوي واحد شويه الخليط، وغادي نشوف يعني الكثافه ديالو بحال هاد الشكل هذا. انتما كتشوفوا الكثافه ديالو يعني بحال الكثافه اللي كتكون في البغرير، شفتوه قاصح، تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الماء دافئ لان المقادير ما كتكونش مضبوطه 100% على حسب الدقيق والسميد ديال كل ماركه وديال كل بلد. غادي ناخذ واحد الفوطه بحال هاد الشكل هذا، وغادي نغطيه وغادي نخليه يخمر جانبا بواحد المكان دافئ و 10 دقائق 15 دقيقه، وغادي نبدا نطيبه. صافي من بعد ما يرتاح يعني كنخليه فقط واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كيرتاح، وصافي وكناخذ المقله ديالي اللي تكون خاصه بالبغرير، صافي وكنبدا نخوي القدر الكافي اللي غادي يملئ لي يعني المقله ديالي على حسب كل سيده والعبر اللي كدير فيه. بحال انا هنا كندير واحد المغرفه ما كاملاش، المهم صافي وكنخليه هكذا يطيب على نار هادئه، ما ديروش البنات نار تكون مرتفعه. وهانتوما كيف ما كتشوفوا البغرير بحال هذاك اللي كنحضروا في الخلاط الكهربائي، كيجي زوين وكيجي تقب. هانتوما كيف ما كيتشوفوا، خلي زعما تشوفوا الطريقه كيفاش كيطيب، هانتوما كيتثقب شويه بشويه وكيجي رائع البنات. والصراحه طريقه سهله وبلا روينه، بلا تماره، بلا يعني بلا ما عاد تجبدوا الخلاط الكهربائي من الناس اللي عندهم كروبو كبير وكيعكزوا يجبدوه ولا شي حاجه، هكذا في القرعه كيجي زوين. انا الصراحه كنت متردده انني نجرب هالطريقه هذه، ولكن قلت معرفة الأشياء خير من جهلها، علاش أنا ما نجربش الطريقة ونشوف هكذا. إنسان مرة يجرب شي حاجة اللي ما كيديرهاش ويكتشف يعني الجديد شنو كاين. صافي البنات هذه هي الطريقة اللي بغيت نتقاسم معكم ديال البغرير، هانتوما شفتوا يعني بالتفاصيل وشفتوا النتيجة بعينكم كيفاش كيجي. كيجي بغرير رائع بحال هذاك اللي كنحضروه يعني في الخلاط. المهم كنتمنى يعني هاد الفيديو انه يعجبكم، وهاد الطريقه ديال البغرير تنال اعجابكم. كيف قلت لكم غيكون بزاف البنات اللي شافوها وبزاف البنات اللي غيكونوا ما شافوهاش، كنتمنى اللي ما كانوش عارفين الطريقه هذه يجربوها ويردوا عليا الخبر كيفاش جاتهم هاد الطريقه ديال البغرير بالقرعه. كنقول لكم الى فيديو اخر موضوع جديد فكره جديده، وتبقاو على خير.